برنامجنا تحدث حارس مرمى المنتخب العماني عن وضع الأحمر في التصفية الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 26 وكأس آسيا 27، وعن أبرز اللقطات في مسيرته الاحترافية، وعن أمنيته التي لم تتحقق، طبعا أمور كثيرة كمان. طبعا اللقاء مع رضيع صلاح، نتابع. أنا سعيد بالتواجد معكم اليوم ونورتوا السلطنة، ونتمنى إن شاء الله تكونوا مبسوطين في سلطنة عمان. كابتن عامل خبرة، عامل مهم، وأنت اليوم رغم أن وصولك لسن 35 لساتك موجود مع المنتخب، كيف تشوف أو كيف تأثر أنت وخبرتك على الشباب الصغار في المنتخب؟ أعتقد عامل الخبرة أكيد شيء مهم في أي فريق. اليوم موجودين كابتن حارب السعدي، موجود الكابتن علي البوسعيدي، لاعبين مرينا على أكثر من جيل في الفترة الماضية. اليوم أعتقد في تجديد كثير في الفريق، في شباب كثير صغار في السن من 22 سنة 24 سنة 20 سنة. اليوم محتاجين في أكثر من قائد يكون معهم موجود، سواء في أرضية الملعب أو برا أرضية الملعب، نحاول نساعدهم ونتمنى إن شاء الله أن نقدم لو الشيء البسيط لهذه المجموعة، ونكون إن شاء الله مفيدين لهم في القادم بإذن الله. تصفية كأس العالم، كيف تشوف تحضيرات المنتخب؟ وشو المنتخب اللي خايف منه شوية أو ممكن حيشكل لك إضافة أو مفاجأة لك؟ الله يشوف، أنت إذا تجي على الورق نقول مثلا مجموعة سهلة، لكن اليوم الشيء محتاج شغل، محتاج تضحية، محتاج عمل. اليوم لازم تحترم كل منتخب موجود معك في المجموعة، لأن كل منتخب عنده الطموح أن يبي يصعد. لازم تكون محترم فريق الخصم، في حاجة لازم تكون أنت قوي في ملعبك وخارج ملعبك. راح نأخذهم مباراة، راح يكون إن شاء الله مثل مباراة في البطولة، كل مباراة راح تكون مباراة مهمة بإذن الله إن شاء الله. كابتن، لو عاد بك الزمن هل كنت ستحترف؟ أتمنى لو يرجع فينا الزمن، لكن خلاص كل زمان له رجاله مثل ما يقولوا. اليوم شو الفريق اللي كنت تتمنى في يوم من الأيام أنك تحترف فيه؟ والله شوف، أنا في أوروبا بين ثلاث فرق يعني اللي أنا أحبها كثير، اللي هو مثلا نادي برشلونة في إسبانيا. لا يسمعك بنزيما. لأن أحب برشلونة، نادي اليوفي في إيطاليا، ونادي الأرسنال في إنجلترا، من أحب الأندية هذه لقلبي أنا. وكنت أتمنى مثلا في يوم من الأيام أني أحترف، لكن هي كرة قدم، هي كلها يعني كل إنسان يتمنى، لكن الحمد لله رب العالمين. كابتن، شو هي أحلى ذكرى لك في مشوارك الكروي؟ أفضل ذكرى يمكن هي كأس الخليج، وفي نفس الوقت مع المدرب اللي هو بولوجون كنا قريب من صعود لكأس العالم اللي هو تقريبا 2014. خسرنا اخر مباراه اللي هي عند الاردن، وراح الاردن للملحق مع المنتخب الاورجواي. من افضل اللحظات، لكن ان شاء الله مع الجيل هذا باذن الله ان شاء الله راح يكون لنا بصمه ان شاء الله في القادم. احلى صده؟ والله اكيد البلنتي اللي هو ضد المنتخب الاماراتي. شو رسالتك للجماهير العمانيه اليوم، ويعني في ايام تحتفل فيها السلطنه بعيدها الوطني؟ نهني مولانا بالعيد الوطني، نهني الشعب العماني، ان شاء الله الله يديم الامن والامان علينا، ودائما ان شاء الله يكون بلدنا في هذه الافراح ان شاء الله، ويديم كل شيء جميل لهذا البلد باذن الله ان شاء الله. ونتمنى الجمهور ان شاء الله يكون واقف مع المنتخب في الفتره القادمه. اليوم المنتخب هذا محتاج وقفه الجمهور، محتاج وقفه الجميع مع المنتخب، لان المنتخب اليوم يمثل الوطن، وهذا وقت الجمهور راح يوقف مع المنتخب ان شاء الله. طبعا نذكركم بمجموعة المنتخب العماني الذي يتصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ماليزيا، فيما قرغيزستان والصين تأتيان بدون نقاط. طبعا بمناسبة اليوم الوطني العماني 53، أود أن أقول لسلطنة عمان الغالية ولشعبها الطيب الراقي كل عام وأنتم في أمن وأمان وتطور وعلو وازدهار، كل عام والسلطنة بألف
خير. طبعا الخبرة لما نتحدث عن حراس المنتخب العماني أول شيء يخطر في بالك في نفس الوقت الكابتن علي الحبسي طبعاً. وأكيد أكيد. تتذكر الصدى اللي صدى أمام المنتخب الإماراتي. أكيد أكيد يعني طبعا الناس عرفت أكثر واشتهر الكابتن طبعا أكيد بيتصدى طبعا كان كأس خليج في الكويت يعني. نعم. وكنا أصلا في المباراة حصلنا بلندي في المباراة وضيعناه وبعد أيضا في ركلات الجزاء اللي هي خلاص المنتخب الإماراتي على فكرة يعني ما حرز عليه ولا هدف في البطولة حرز هدف واحد وصعد للنهائي وما حرز عليه بس النهائي كان ذهبت لمن يستحق يعني يستاهلون المنتخب العماني نبارك لهم طبعا العيد الوطني وأكيد رشيدي بيكون عامل خبرة كبير في إن شاء الله صعود منتخب عمان لكأس العالم هذه فرصة الآن كل المنتخبات متحمسة أكثر للصعود لكأس العالم عشان تضمن بطايق ونص والمنتخب العماني طبعا اكيد له والكابتن فايز الرشيدي من الحراس اصحاب الخبره وانا قلت دائما يعني كلنا بنتذكر كمان ما بعرف دايركت بيجي كمان على بالي انه المنتخب العماني من المنتخبات اللي موفقه في الحراس من خلال يعني علي الحبسي اللي كان مميز طبعاً. في الدوري الانجليزي يمكن الرشيدي يمكن لعب على اخر شيء ليش لانه ما شاء الله الحبسي خذ وقت ديك شلش فكرت هو ما لعب لا فترة يمكن قصيرة مو بوايد نعم. أكثر خاصة إن فيها بطولات قوية يعني. نعم طبعا أيضا علي الحبسي اللي كان في الدوري السعودي إلى جانب الهلال كيف ترى حظوظ المنتخب العماني في المجموعة الرابعة دكتور؟ أولا نهني الشعب العماني قادة وشعبا ونقول الله يديم عليهم الأمن والأمان حقيقة الحظوظ كبيرة جدا اليوم بوجود أصحاب الخبرة مع المنتخب الشاب ويمكن كنا نقول إنه فايز الرشيدي راح يروح على خطوات الحبسي ولكن هو قال هكذا هي كرة القدم ولكن الفرصة متاحة اليوم لهم بوجود الخبرة اليوم اللي موجودة عند فايز إنه كيف يستطيع أن يقود هذا المنتخب الشاب إن شاء الله إلى المرحلة القادمة ونتمنى لهم التوفيق بالتأكيد إذن مشاهدينا نبقى مع